أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية وتتابعون فيها. العالم أمام متحور جديد من فيروس كورونا، ومنظمة الصحة العالمية تتابعه عن كثب. في إثيوبيا أبي أحمد في أول ظهور له في جبهات القتال، ويقول إن قواته سيطرت على منطقة استراتيجية. ونتابع أيضا روسيا والغرب، اتهامات متبادلة وتوتر متصاعد. إلى التفاصيل. بداية، وعكس الرواية التي يروج لها المغرب بخصوص مذكرة التفاهم العسكرية التي وقعتها الرباط مع الكيان الصهيوني، تؤكد تصريحات حثيثة لضابط سابق في الجيش الصهيوني أن الجزائر هي المقصود من هذه الاتفاقية، وفق حسابات الاحتلال الإسرائيلي التي جعلت من النظام المغربي مجرد أداة لمشروع توسعي في المنطقة طالما حذرت منه الجزائر. وتأتي هذه التصريحات لتؤكد استقواء المغرب بالاحتلال الإسرائيلي لشرعنة احتلاله للصحراء الغربية واستهداف الجزائر. إذا قمنا بالتوقيع على اتفاق مع دولة مثل المغرب تعاني من تهديد من حزب الله، نحن نعتقد أن لدينا هنا تهديدا مشتركا. من يعارض هذا الأمر عليه أن يدعم هذا الأمر. مثلا إذا كان الجزائر يريد أن يعطي مسرح للبوليساريو وللإرهابيين، هم يدخلون تحت ذات المظلة. ولذلك في النهاية على الجزائر أن تختار بأي جانب تريد أن تكون، في جانب الأخيار أم السيئين. الولايات المتحدة اليوم اعترفت عندما كانت إدارة دونالد ترامب، ومن ثم قال الضيف المحترم من باريس أن كان يمكن لهم ألا يعترفوا بالمغرب، ولكن كيف تكون دولة جارة للمغرب تختلف بالرأي بهذا الموضوع؟ ماذا تريد الجزائر؟ هل تريد أن تقوم بخلق نوع من عدم استقرار في المغرب، أو هل تريد أن تقوي وتدعم إيران وحزب الله في المنطقة، أو أنها تريد السلام؟ عليها أن تقرر ماذا تريد. نستعرض الآن نبذة عن قناة A24 الإسرائيلية الذي يملكها الملياردير باتريك درايي، الذي يحمل الجنسية المغربية والفرنسية والإسرائيلية والبرتغالية. في موضوع آخر، نددت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بتوقيع نظام المخزن المغربي اتفاقية تعاون مع الكيان الصهيوني تضمنت عدة بنود في المجال الاستخباراتي والتدريب المشترك وبيع الأسلحة. ووصف بيان الهيئة خطوة النظام المغربي بالاستفزاز غير المسبوق للشعب العربي ودول المغرب العربي تحديدا. كما دعت الهيئة شرفاء الأمة للوقوف في وجه هذا التهديد المباشر والعمل على إحباط مسار التطبيع الذي انتهجه النظام المغربي، وطلبت القوة التقدمية الحرة في المغرب بمواصلة الضغط على سلطة المخزن لإلغاء اتفاقية العار المبرمة مع الكيان الصهيوني. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري مع بعض ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية، قال إنه يأسف لاتفاق المغرب مع الاحتلال الإسرائيلي، وأكد أن تهديد الجزائر من المغرب خزي وعار. في العلاقات القديمة الجديدة بين المغرب والكيان،
ناسف لأول مرة منذ 1948 لما تخلق الكيان هذا وزير من هالكيان يجي بلد عربي ويهدد بلد عربي واحد آخر، خزي وعار. كما رحب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأي تبادل تجاري أو اقتصادي مع الدول، وشدد رفض الجزائر الوصاية والتبعية لأي جهة، وأكد أن المعاملة مع جميع الدول تكون بالمثل. المستثمر إذا كان محتاج يجي يستثمر عندك يجي أولا، ما ترغمش عليه باش يجيك. ثانيا الدوينج بيزنس، أنا شخصيا ماشي معها ولكن فاقد الأمل منها، لأن أعرف أن رأس المال الأجنبي يجي يستثمر في الدول اللي لا سلطة فيها. بعض الجزر اليوم كان عشر دول هي الأولى في القائمة، الجزيرة فلانية والجزيرة فلانية، تدخل شري بيع كذا، ولا واحد يحاسبك ولا الدول اللي زيتا سوفرينيست كما يسموهم، يعني كما احنا ولا هذه يخمم قدام لا يجيك. رغم اننا نحن اليوم تشوف في المحيط نتاعنا اذا كان دوله اللي مازال لها قدرات في التسديد هي الجزائر، ولا واحد يسال واللي يسال يخلص. نتعامل معاك ما كاش مشكل، ما تعرقل لي مشاكل لي مصالحي ما نعرقل لك مصالحك، متفقين. ولكن باش تفرض علي حاجة ما تفرضش، ولا واحد قادر يفرضها ما عدا الله عز وجل. وبخصوص القمة العربية التي ستنعقد بالجزائر، أكد الرئيس الجزائري أنها ستكون قمة جامعة، والجزائر لن تكرس التفرقة بين العرب. سوريا ستكون حاضرة سيادة الرئيس؟ من المفروض احنا إذا كان نديروا قمة عربية لازم تكون قمة جامعة، ان شاء الله تكون انطلاقه جديده للعالم العربي اللي راه ممزق. نتمنى يكون اجتماع شامل، الجزائر ما تكرسش التفرقه تاع العرب. هذا هو الهدف الرئيسي تاع الاجتماع الجامع. احنا دوله دائما نجمع الفرقاء. نبقى في اخبار الجزائر. يقبل الجزائريون اليوم على انتخابات تجديد المجالس الشعبيه البلديه والولائيه التي تاتي استكمالا للبناء المؤسساتي الذي كانت قد باشرته الجزائر في ثاني تجربة بعد تشريعيات 12 جوان الفارط. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أكد مساء أمس الجمعة خلال لقائه مع ممثلي بعض وسائل الإعلام الجزائرية، أكد حرص الدولة الجزائرية لتوفير المناخ الملائم للمجالس الشعبية من أجل أداء أحسن. إلى الشأن الصحي، الآن أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تتابع عن كثب المتحور الجديد لفيروس كورونا، فيما رفع المركز الأوروبي مستوى القلق لديه بشأن السلالة الجديدة التي تفشت في جنوب إفريقيا. العالم تحت رحمة متحور جديد، فبعد دلتا الهندي ها هو المتحور الجديد المتفشي في جنوب أفريقيا يرفع مستويات القلق. تتخوف منظمة الصحة العالمية من التحولات غير المعروفة الطارئة على هذه السلالة، فطفرات الوافد الجديد من عائلة كورونا يصفها أحد العلماء بأنها مروعة، بينما يقول آخرون إنه أسوأ متحور اكتشفوه. المتحور الجديد يحمل أكثر من 50 طفرة، 30 منها طرأت على البروتين الشوكي، بل إن الأجزاء المسؤولة على الاتصال بخلايا جسم الإنسان واختراقها طرأت عليها 10 طفرات مقارنة بطفرتين فقط في متحور الدلتا الذي اجتاح العالم. ويكمن القلق في أن اللقاحات التي تم تطويرها حتى الآن قد لا تكون فعالة في مقاومة هذه السلالة، ويخشى العلماء من أن تزداد سرعة انتشارها وتزداد أيضا قدرتها على خداع أنظمة المناعة البشرية. هذه المخاوف دفعت منظمة الصحة العالمية إلى عقد اجتماع طارئ لبحث كيفية التعامل مع المتحور الجديد وتحديد مدى خطورته، فيما سرعت بعض الدول الأوروبية والآسيوية إلى تحديث قوائمها الحمراء الخاصة بقيود السفر والاتجاه نحو منع الرحلات القادمة من جنوب القارة الإفريقية. المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض رفع مستوى القلق لديه بشأن هذه السلالة إلى درجة عال جدا،
غير أن الأوروبيين تفاجأوا باكتشاف أول حالة من هذا المتحور في بلجيكا. وكانت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا قد أعلنت تسجيل 22 حالة إصابة بالمتحور الجديد، كما سجلت حالة أخرى في بوتسوانا، وأعلنت هونغ كونغ أيضا تسجيل إصابة واحدة لدى مسافر عائد من جنوب أفريقيا. وبهذا أكد الباحث في علم الفيروسات الدكتور محمد ملهاق في اتصال خاص به قناة الجزائر الدولية أن المتحور الجديد يحدث نوعا من الذعر بسبب خصائصه الغامضة التي تظهر لأول مرة. المتحور هذا حدث نوع من الذعر، وهذه الخصائص الجديدة اللي تظهر لأول مرة، وهو العدد الهائل من الطفرات، إذ إلى حد الآن حوالي 30 طفرة من بينها 10 طفرات مسجلة على مستوى البروتين الشوكي اللي يستخدم عادة في صناعة اللقاحات، وهذا اللي يخلي العلماء الآن والخبراء والمختصين قلقين من هذا المتحور. في ليبيا أقدم مسلحون أمس الجمعة على تنفيذ هجوم أطلقوا خلاله النيران على محكمة سبها الليبية لمنع محامي سيف الإسلام القذافي من تقديم طعن رفض ملف موكله. في وقت يتطلع الليبيون لمعرفة قائمة الأسماء المرشحة للانتخابات الرئاسية القادمة، وبينما كان محامي سيف الإسلام القذافي يتجه نحو محكمة سبها لتقديم طعن لدى المحكمة لرفض ملف موكله، باغت مسلحون مجهولون موظفي المحكمة بهجوم مستخدمين الرصاص الحي وأجبروا الجميع على مغادرة المكان. مشهد يروي الواقع المرير الذي تعيشه ليبيا قبل أقل من شهر عن موعد الرئاسيات. رغم إصرار المجتمع الدولي والأمم المتحدة على إجراء انتخابات شفافة وفق خارطة طريق ملتقى الحوار الليبي وقرارات مجلس الأمن، إلا أن هناك من يرغب في ضرب كل الاتفاقيات واللوائح عرض الحائط لبعث رسائل مشفرة يستعرض من خلالها عضلاته على الجميع. ندين بشدة الهجمات المسلحة على محكمة سبها، ونشدد على أهمية حماية العملية الانتخابية. الاعتداء على المنشآت القضائية أو الانتخابية أو العاملين في القضاء أو الانتخابات ليست مجرد أعمال جنائية يعاقب عليها القانون الليبي، بل تقوض حق الليبيين في المشاركة في العمليات السياسية. وزارة العدل الليبية اعتبرت منفذي الهجوم بالخارجين عن القانون وسارعت لفتح تحقيق في الحادثة. وكانت المفوضية الوطنية للانتخابات الليبية أعلنت عن إقصاء 25 مترشحا من أصل 98. تطورات متسارعة في المشهد الليبي قد تحمل الساعات القادمة أنباء عن سقوط أسماء أخرى من قائمة المترشحين، ليبقى مضمار السباق نحو الرئاسية في ليبيا بحسب ملاحظين صراع أسماء وأجندات لا صراع برامج. قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن قوته تمكنت من تحرير منطقة استراتيجية تقع على الطريق الدولي بين إثيوبيا وجيبوتي، وذلك في أول ظهور له بجبهة القتال، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الفرقاء في إثيوبيا إلى ضرورة إيجاد طريق لوقف إطلاق النار. من جبهة القتال يطل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ليعلن عن تمكن جيشه من تحرير مناطق في إقليم عفر الاستراتيجي، حيث طريق الدولي الرابط بين إثيوبيا وجيبوتي، وأنه يواصل المسير نحو مناطق أخرى لتحريرها، مفاخرا بأن جبهة تحرير تيغراي ليس لها القدرة الكافية على مواجهة الجيش الإثيوبي. أمام اشتداد المعارك واقترابها أكثر من مشارف العاصمة أديس أبابا، تظاهر الآلاف من المواطنين مبدين دعمهم الكامل لأبي أحمد وحكومته، يتزامن ذلك مع تطوع العشرات من العسكريين المتقاعدين في صفوف الجيش الفيدرالي الإثيوبي. الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش حث من كولومبيا الأطراف المتصارعة على إيجاد الطريق المناسب لإيقاف النار في إثيوبيا والاقتداء بالتجربة الكولومبية. طريق الوصول إلى السلام بكولومبيا يلهمني لدعوة المتصارعين في إثيوبيا لإيقاف النار بدون شروط وبشكل كلي وإنقاذ البلد، والتمكين للحوار بين الإثيوبيين لحل الأزمة أيضا، والتمكين لاستقرار المنطقة. أتمنى أن تكون كولومبيا مثالا يحتذى به للمسؤولين في إثيوبيا.
أمام هذه التطورات أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بعد ورود معلومات عن نزوح واسع النطاق لسكان غرب تيغراي وسط مخاوف من وقوع تطهير عرقي. قال الأمين العام لحلف الناتو إن روسيا ستتحمل عواقب وخيمة في حال أقدمت على استخدام القوة ضد أوكرانيا، ويتزامن ذلك مع إعلان بريطانيا نقل معدات عسكرية إلى ألمانيا تحسبا لمواجهة محتملة. هل اقتربت المواجهة بين موسكو وكييف وحلفائها الغربيين؟ التصريحات والدلائل على الأرض ربما تشي بذلك. أحدث فصولها تهديد مباشر من الأمين العام للحلف الأطلسي لروسيا، قال فيه إنه إذا استخدمت موسكو القوة مع أوكرانيا فستتحمل عواقب وخيمة. سبقه قبل ذلك بساعات إعلان بريطانيا على لسان قائد القوات البرية الفريق رالف فودس نيتها نقل معدات عسكرية إلى ألمانيا تحسبا لما وصفته مواجهة عسكرية مع روسيا. يتصاعد التوتر بين موسكو من جهة والغرب من جهة أخرى منذ مطلع الشهر الجاري على خلفية المناورات العسكرية التي أجرتها واشنطن والنيتو في البحر الأسود، مناورات اعتبرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استفزازا مباشرا لروسيا، ورد بتوقيع مرسوم يقضي بتقديم الدعم الإنساني لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد في دونباس شرق أوكرانيا. الخطوة فهمت من طرف الغرب على أنها تمهيد لضم المنطقة. ارتفع منسوب التوتر أكثر عندما أعربت واشنطن والاتحاد الأوروبي عن قلقهما بشأن حشد قوات روسية مؤخرا على حدود أوكرانيا. المخاوف غذتها تقارير وسائل إعلام أوكرانية وغربية بهجوم وشيك للقوات الروسية على أوكرانيا، لكن الكريملين وصف هذه التصريحات بحملة إعلامية تهدف إلى زيادة حدة التوتر، وتحاول بعض الدول من خلالها تصوير روسيا كجانب يهدد عملية تسوية النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا. فهل تصدق الرواية الغربية بشأن نوايا روسيا؟ ويقدم بوتين على إعادة الكرة في دونباس مثل ما فعلها مع جزيرة القرم في 2014. في الرياضة، سحبت أمس الجمعة في مدينة زيوريخ السويسرية قرعة الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، وتأكد غياب أحد بطلي النسختين الأخيرتين البرتغال وإيطاليا بعد وقوعهما في المسار ذاته ضد مقدونيا الشمالية وتركيا تواليا، ما يعني أنهما في حال تجاوزا الأخيرتين سيلتقيان في نهائي هذا المسار لتحديد أي منهما سيبلغ النهائيات. ختاما، تعرف الرقمنة توسعا كبيرا في مختلف المجالات على غرار المكتبات التي تبنت مشاريع الرقمنة وأصبحت منصات رقمية تحفظ رصيدها الهائل من الكتب والمخطوطات وتسهل الولوج إليها على غرار المكتبة الوطنية الجزائرية. المكتبة الوطنية الجزائرية إلى عالم الرقمنة الدقيقة، منصة إلكترونية تشمل كل الرصيد المعرفي والوثائقي للمكتبة في استجابة ضرورية حفظا للرصيد من جهة وتلبية لاحتياجات الولوج إلى المعلومات وفقا لمتطلبات الباحثين عنها من جهة أخرى. موقع إلكتروني وبوابة الإيداع القانوني ومدونة الإيداع القانوني وبوابة الناشرين، وهذا هو مشروع وخطوة نحو التقدم في مشروع الرقمنة الشاملة للمكتبة الوطنية التي نحرص أن تكون في مصاف المكتبات العالمية، لأنها تحوز على وثائق ونفائس نادرة. تزخر المكتبة الوطنية بكم هائل من المخطوطات النادرة، فبات الاهتمام بها والسهر على عدم إضاعتها أولوية قصوى، ما دفع بالمكتبة الوطنية الجزائرية إلى مراجعة سياسة حفظ مجموعاتها من هذه المخطوطات. كل ما يتم إنجازه أو من خلال يعني القيام بالمهمات المكتبة الوطنية عن طريق الرقمنة يكون حينياً
ويكون يعني مباشر بهذا يمكن التغلب على مسألة التواصل ومسألة يعني استدراك التأخر. موقع المكتبة الوطنية هو موقع إلكتروني صمم من أجل تسهيل خدمات المكتبة الوطنية، كذلك من أجل رقمنة الرصيد الوثائقي الموجود في المكتبة وكذلك التراث الوثائقي، جل هذه من أجل الوصول إلى مصاف المكتبات العالمية. والواقع كذلك يفرض علينا هذه العملية. من جهتهم رحب الطلبة والباحثون بهذه المنصة الرقمية من حيث هي تمدهم بالمساعدة القيمة. كنت أوبليجي نحوس الكتابات مانويلمون، دوكا تولي بلو فاسيل نلقاها تمتم، وثاني كاين اللي بالك ما يقدروش يجيو ديبلاسيو لهنايا تولي تجيهم فاسيلمون يحوسوا على الكتابات اللي يسحقوهم. احسعدنا بزاف المنصة هذه اللي داروها باسكو لا بلوبار دي ستوديون ما يقدروش يديبلاسيو حتى لا بيبليوتيك وما عندهمش الكتابات والمصادر هذوما، تما سافا فاسيليتي لي شوز بور لي ستوديون، يدخلوا في المنصة هذه يجبدوا الكتابات ويقدروا يخدموا اليز. هي الرقمنة كوسيلة تكنولوجية تتيح إنتاج نسخ إلكترونية بديلة عن الوثائق الأصلية، وتكون أكثر قابلية للاستعمال مع ضمان حفظ الرصيد المعرفي من الضياع. نهاية النشرة، متابعة طيبة مع باقي البرامج، شكرا لكم، في أمان الله.